حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي راشد بن سرود بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة المرحوم سعيد غدير محمد الكتبي. حضر الحفل الذي أقيم عصر اليوم في قاعة الاحتفالات بقلعة الرمال على الطريق بين دبي والعينة عدد من أعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين.